تقدم مدرسة القيادة النسائية في الجوف خدمات تدريب الراغبات في الحصول على رخصة القيادة، والتي انطلقت أولى برامج التدريب فيها في نوفمبر من العام الماضي. لتعرف مشاهدين على الخدمات المقدمة في مدرسة تعليم القيادة، يلتحق بنا من سكاكا مراسل إخباري عبد الرحمن إبراهيم. أهلا بك عبد الرحمن، مساء الخير. ولعلنا في البداية نتحدث عن آلية العمل في الحصول على رخصة لرخصة القيادة النسائية. أهلا بك أحمد وأهلا بالمشاهد الكريم. بالطبع نتواجد معكم اليوم في مدرسة تطوير لتعليم قيادة السيارات في منطقة الجوف. هذه المدرسة التي بدأ العمل فيها من نوفمبر في العام 2019 ميلادية وحتى الآن، وتقدم خدماتها في تعليم وتأهيل الفتيات الراغبات في الالتحاق ببرامج تعليم القيادة على عدة محاور، منها محاور افتراضية ومحاور علمية ومحاور ميدانية. وحتى نستعرض هذه الجوانب بشكل تفصيلي، يسعدني أن يكون معي مديرة المدربات في هذه المدرسة الأستاذة شيهانة العتيبي. شكرا لتواجدك معنا. في البداية أطلعينا على رحلة المتدربة منذ وصولها إلى المدرسة، كيف يتم تدريبها على قيادة السيارة؟ أولا حياكم الله في مقر المدرسة. بداية تسجل المتدربة في الموقع عن طريق الموقع، بعدها يتم التواصل معها بعد ترشيحها لإكمال التسجيل في مقر المدرسة. بعد كذا تدخل كورس عبارة عن 30 ساعة تدريبية، 8 ساعات منها راح تكون كلاسات نظرية، يليها كلاسات المحاكاة، أجهزة المحاكاة لمدة ساعتين. بعد كذا راح يكون في 20 ساعة تدريبية في الميدان العملي. إذا ما تحدثنا عن الميدان، نلاحظ عدد من المركبات، كيف طبيعة التدريب ومن يتواجد مع المتدربة داخل مركبة السيارة؟ طبعا عندنا 50 مدربة كلهم يتواجدون مع المتدربات في الميدان. الميدان مساحته 50 متر مربع، يشمل أغلب المهارات، في منها الدوار، في منها التلات، في منها جميع أنواع المواقف اللي هي الموقف الموازي، موقف 90، موقف 60 درجة. طيب إذا ما تحدثنا عن يعني قياسكم لإقبال المتدربات في منطقة الجوف والمناطق المجاورة على برامج تعليم القيادة؟ عندنا إقبال جدا كبير ولله الحمد، لأنه المدرسة عندنا تخدم جميع مدن المنطقة الشمالية كافة، ويجينا كمان متدربات من داخل المنطقة ومن خارج المنطقة. في النهاية طبعا لازم نوجه شكر جزيل الشكر لإدارة مرور منطقة الجوف على رأسها العميد نهار دغيفق، لمتابعته ولزياراته المستمرة لمقر المدرسة. شكرا لك وشكرا على هذا الإيجاز. أعود لك أحمد وأترك لك المشهد من أمام الكاميرا. وهذه فعليا عدد من المركبات تتواجد في الميدان، المتدربات داخل المركبات، ويرافق كل متدربة مدربة طبعا في هذه الآية. تفضل عبد الرحمن، كان بالإمكان سؤال ضيفتك، كم تكلفة يعني الدراسة وتقديم هذه البرامج التدريبية في المدرسة تقريبا؟ طبعا البرنامج يتراوح سعره قرابة أو يزيد عن 2000 ريال للثلاثين أو لقرابة عدة أسابيع مستمرة. هذا هو البرنامج الذي يلتحق فيه العديد من المتدربات. وأشارت إدارة هذه المدرسة إلى أنه بمشيئة الله بعد عيد الأضحى المبارك سيتم افتتاح برنامج التقييم الفوري، وهذا التقييم يتيح للعديد من الفتيات التي يملكن مهارات قيادة مسبقا الحضور للمدرسة واختبار الأداء مباشرة. وستقوم المدربة بالتالي بتحديد عدد الساعات المطلوبة لتأهيل هذه المتدربة أو إنهاء الإجراءات فيما يخص الاختبارات، اختبارات السلامة المرورية والاختبارات الميدانية، حتى تتوجه لإصدار الرخصة بشكل مباشر.